قصة وإبرة. كان هناك صاحبان يمشيان في الصخرة، وفي أثناء سيرهما اختصما، فضرب أحدهما الآخر، فتألم صاحب لضرب صاحبه فسكت ولم يتكلم، بل كتب على الرمل: اليوم أعد صاحبي ضربني على وجهي. وواصل السير حتى وجد واحة، فقرر أن يستهم في الماء، ولكن الذي انضرب وتألم من صاحبه غرق أثناء سباحه، فأنقذه صاحبه الذي ضربه. ولما أفاق من الغرق ابتسم ثم قام ونهت على الصخر: اليوم أعز صاحبي وأنقذ حياتي. فسأله صاحبه: عندما ضربتك كتبت على الرمل، لكن عندما أنقذت حياتك من الغرق كتبت على الحجر، لماذا؟ ابتسم وأجابه: عندما يجرهنا من نحب علينا أن نكتب ما حدث على الرمل لتمسحها الريح، ريح التسامح والغفران، ولكن عندما يأمل العزيز شيئا رائع علينا أن ننحته على الصخرة حتى يبقى في ذاكرة القلب حيث لا تمسحه الرياح. هكذا تكون المحبة والإخوة، إخواني أخواتي.